عليكم. هشتغل النهاردة، هعمل تابلو بالصورة دي مجسم. انا بقالي فترة ما اشتغلتش المجسم، فان شاء الله النهاردة هشتغله معاكم خطوة خطوة بإذن الله. عندي طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان بنستخدم 4 نسخ من الصورة على ورق كوشيه وزنه 200 أو 250، طباعة ليزر. خلاص بعمل من الصورة الواحدة 4 نسخ، يبقى دي الصورة اللي انا هشتغل عليها. عملت ايه؟ وده الخشب اللي هشتغل عليه، هلزق الصورة عليه. الخشبة طبعا اكبر من مقاس الصورة، فانا عملت قصيت او حروقت الحروف بتاعتي بشكل عشوائي عشان تديني شكل وانا لزقاها، هلزقها في الفراغ اللي انا محدداه. معلش الشاسيه كبير على مساحة التصوير. المهم هعمل ايه؟ خلينا كده عشان يظهر الجزء ده. دلوقتي انا سبت فراغ اللي انا هلزق عليه الصورة، حوالين الفراغ دهنت ذهبي، دي ارضية للاطار اللي هعمله. هعمل الكراكلي المائي. هو طبعا الازازة دي البرطمان ده مش بتاعه، هو بيبقى ده شفاف كده، العلبة بتاعته خلصت فانا فرغته هنا. اي ماركة موجودة عند محل البويات، اللي هو المحلات الكبيرة بتاعة ديكور الحوائط، هتلاقوا فيه النوع ده، اي ماركة بقى ولونه شفاف ووسيطه مية. خلاص يبقى انا هشيل الصورة بتاعتي، ابتدي اشتغل على الاطار بتاعي. هاخد بالفرشة كمية لا هي كبيرة ولا هي يعني وسط، وابتدي ادهن السطح بتاعي. لو اللي انا بدهنه خفيف التشقق هيبقى قليل جدا يكاد ما يبانش. لو كمية كبيرة من مادة الكراكلي هيديني التشقق واسع معايا، فانا بفضل الوسط بحيث ان يديني تشقق بشكل متظبط. انا دلوقتي ماشية بالطول وهسيبه يشمع. خلاص يبقى انا هخلص الجزء بتاعي كله، وفي نفس الوقت كمان بحب الفرشة تكون عريضة كده عشان بتساعد على شكل التشقق معايا واسع، ولو الفرشة ضيقة التشقق بيكون قليل، ضيق يعني بمقاس تقريبا الفرشة. خلاص هخلص الجزء ده وبعدين نرجع مع بعض. نخلي بالنا واحنا بندهن ان ما نسيبش منطقه ما فيهاش ماده الكراكلي. طبعا لو في منطقه ما فيهاش عشان هو شفاف فمش باين قوي، نراعي ان احنا نمشي خطوه خطوه كده علشان يشقق معايا، لان لو المكان ما فيهوش مش هيشقق. انا كده خلصت الاطار بتاعي كله، هبتدي هسيبه مثلا حوالي 3 أو 4 دقايق كده يشمع معايا. ما انا ما اشتغلش عليه وهو لسه طري قوي كده، لا يا دوبك يشمع بحيث ان هو يعني داخل على نشفان لكن ما ينشفش. تمام، هروح مكونه اللون اللي انا هشتغل عليه من فوق على الكراكليه، اللي هو المفروض لما يشقق معايا يبين لي الذهبي. هكونه ويكون ده شمع وندهن. اللون ابيض معاه نقطه بني اداني اللون العاجي ده، هو اللي هشتغل بيه بنفس الفرشه. همشي
عكس اتجاه الكروكليه اللي انا عملته بالشكل ده كده، يعني كأني بمشي الفرشة حتة حتة. وممكن طولي طبعا كده مثلا، ده هيديني تشقق بشكل وده هيديني شكل. وابتدى يشقق معايا. في نقطة مهمة بقى كمان برضو، ان انا ما عدش على اللون بعد ما مدهنه، ما عدش عليه تاني، امشي بعده. فعشان كده دايما اركز قوي انا وصلت لفين بالفرشة عشان اكمل، عشان لو عدت بيتشال معايا بالفرشة. خلاص هخلص ونعود. لزقت الورقة بعد ما عملت الكروكليه على الخشب، لزقت الورقة. والنسخة رقم 2 قصقصت الورد والورق بالشكل ده، تفصيص علشان ابتدي الزق. وطبعا زي ما احنا عارفين ووريتكم قبل كده، انا بلزق بالسيليكون. هشيل ده دلوقتي، هبتدي بداية اللزق بتاعي بالفازة، وهسيب معاها الورد اللي هو لازق فيها، بحيث ان انا ما بينش فراغ في الفازة. وهنا علشان اعرف اتني هشيل ده، هسيب بس اللي هو لازق في حرف الفازة، بحيث ان انا لما اجي اعمل الحاجات اللي فوق، الورق اللي فوق ما يسيبليش فراغ، يبقى باين بين الورقة دي اللون الاحمر واللون الجراي. يبقى انا كده ظبطت الفازة. هبتدي ان انا مفروض ان انا اتني الحروف بتاعتي بشكل صح، واقوس الفازة بتاعتي. طبعا المفروض ان انا احطها على اسفنجة وامشي عليها بحيث ان هي تقوس مني، تديني شكل البومبي بتاعي. وابتدي احط السيليكون واضيف الطبقة الاولى بتاعت الورد. كده ظهر السيليكون على ظهر الورقة، وحطها في المكان بتاعها بالشكل ده، هيديني ارتفاع. واضغط خفيف عشان ما هبطش الصورة بتاعتي بالشكل ده. وفي نفس بنفس الطريقة طبعا هبتدي اضيف كل الورد بتاعي. طبعا انا شرحت كتير قبل كده المجسم بطريقة تنفيذ السيليكون بالشرح التفصيلي، فدلوقتي انا مش هشرح كتير، هظبط بس القص. لازم حلو قوي ان انا اشيل الخلفية بتاعت الورق اللي هو لون الارضية بتاعت الصورة، وهخلي بس الصورة نفسها المرسومة هي اللي تبقى موجودة معايا قبل ما الزق بالشكل ده. طبعا هنا صعب قوي ان انا اشيل الفراغات، فانا عملت من برة، حاولت ان انا من برة بس ابين التقسيم بتاع الوردات، لكن من جوه هيبقى صعب ان انا اشيل الورق بتاعي، علشان الورد صغير والخلفية نفسها اجزاء صغيرة، فمش هتفرق كتير لو سبتها، لكن لو المسافات كبيرة هتفرق معايا في الشكل. هنا اللي هي مكانها ده هتضاف هنا بالسيليكون، برضو اضيف سيليكون واحطها، وطبعا دي هضيف سيليكون واحطها. كل ورقة هحط سيليكون تحتها واضيفها
هنا مثلا دي ثلاث اجزاء، يبقى انا هقسم الاجزاء بتاعتي بالشكل ده عشان ابين الدوران بتاع الورقة. هعمل بالشكل ده كله واكسي اول طبقة بتاعتي. وطبعا زي ما انتوا عارفين الورق بتاعي بيتفصص ازاي، انا بفصص واحدة واحدة وانا بلزق. طبعا كل ما بنفصص الصورة بتاعتنا جمالها بيبان بالشكل ده. وهنا هاخد الواحدة كده بمشي على رسمة كل ورقة ورق، الورق بتاع الوردة نفسها. وهنا طبعا متفصصة كده، وانا بلزق طبعا اراعي مين تحت ومين فوق. تمام، هخلص الورد بنفس الطريقة دي ونلزق مع بعض. هنا هلزق زي ما وريتكم برضو من بحرف ال مقص، بعدين الحروف التاني وبالسيليكون نلزق. هخلص اول طبقة بالسيليكون ونرجع نشوف هنعمل ايه. رجعنا لكم بعد ما خلصت التلات طبقات بتاع المجسم، لانه هو نفس التكنيك اللي انا عملته في اول الفيديو. بين كل طبقة وطبقة بحط سيليكون، ادي السيليكون اهو، سيليكون شفاف على المسدس بتاعه، وباخد منه وبحط على الورق من الظهر واجسمه. دلوقتي في حاجة عملت، كان هنا طبعا الرسم على الأرضية، عملته بالرليف، مشيت عليه بالرليف الزرع اللي هو على الأرض. وأوريكم المجسم كده باين. تمام، ودلوقتي في عندي حاجة هعملها بالنسبة للياسمين الواقع على أرضية الصورة. أنا عندي ياسمين صدفي أهو بالشكل ده، هو ده اللي هلزقه على الصورة في الأرضية. هلزقه بإيه؟ هلزقه بالسيليكون، بالسيليكون علشان يبقى عامل لي ارتفاع واقدر احط فيه الوردة بتاعتي تبقى بالشكل ده. واضح؟ السيليكون اصلا علشان يعمل لي تجويف، لان هو مطاطي طبعا، فلما انا احط الوردة هتعمل لي تجويف اهو كده، غير لما الزقها على السطح كده من غير حاجة هتبقى متحركة. لكن لما انا هحط السيليكون واروح غرزة فيه ثبتت بشكل سطحي. تمام، هو ده اللي انا هعمله في كل الورد الواقع، وهضيف شوية برضو، ممكن اعمل اتنين مع بعض مش لازم واحدة بس. كده مثلا
بالشكل ده. يبقى انا كده خلصت تقريبا التابلو بتاعي. ونسيت اقول لكم برضو ان انا على اللي هو الحبوب الداخليه للزهره نفسها عملتها بالريليف البني برضو. الريليف معانا يعني مهم قوي في بعض الشغل، مش في كل الشغل طبعا، لكن في بعض الاحيان بيكون مفيد وبيديني شكل حلو. ودي فكره النهارده او تابلو النهارده، اتمنى يا رب يعجبكم، والى اللقاء في عمل جديد وفكره جديده ان شاء الله.